الدراسة الأكاديمية وتثقيف نفسك فنيا كان هاجسك، لكن اليوم بنشوف بعض نجوم الصف الأول لا دراسة ولا ثقافة، يمكن موهبة، يمكن حظ، يمكن فرصة، ويمكن واسطة. هذا كله ما مهم، المهم الرغبة بالمعرفة. بتكفي؟ هلا إذا الواحد اجتهد وحاول يرتقي وحاول يتطور، حاول يعرف، حاول إنه يوظف كل شيء بحيط فيه لمصلحة إنه هو يكون أفضل، أنا بعتقد إنه هذا الشيء يعني إلى حد ما منقذ إلى حد ما. بس بشكل عام يعني هلا التطور اللي حاصل بالعالم ما بقى بيقول إنه الموهبة لحالها بتكفي، لازم تكون متلازمة مع العلم ومع المعرفة لحتى نتكامل، ومع الفرصة ومع الواسطة. هلا هاي الفرصة والواسطة هاي بس بعالمنا العربي، الدول العالم الثالث المتخلفة. الفرصة ممكن يعني تعطي هيك مفعول لما بيكون في حدا بيستاهلها، ولما بيشتغل على انه يكون على مسؤولية هاي الفرصة اللي اتيحت له. اما لما بتعطى الفرصة لحدا مانو معني، لحدا مو مهتم، لحدا مفكر انه هاي الفرصة اعطيت بس لحتى يحقق مصلحته الخاصة على حساب المصلحة العامة اللي هو اختير لحتى يمثلها، انا بعتقد انه بيكون عاجز وبيكون اعمى وبيكون ضيق الافق والمعرفة. وبالتالي اليوم اخذتي فرصتك اليوم ستجي يعني؟ لا اكيد اكيد، انا بطموحي بمشروعي الابداعي لسه مطوله كتير، يعني اخذت فرص ايه بس لسه ما وصلت للمساله اللي ببالك، لمشروعي المتكامل اللي انا بعتقد انه اي مثقف اي مبدع لا يمكن يحس انه وصل للشيء اللي بده اياه، يمكن الا بحاله لما بيموت، لما بيصير يعني بقبره ساعتها ما بقى في شيء يشتغله، خلص ما بقى في شيء ينجو، ما بقى في شيء يحقق له حضور او فاعليه، ساعتها ممكن يكون وصل. اما طول ما المبدع والفنان وانا تحديدا طول ما اني عايشه، طول ما اني عم اشتغل، طول ما عندي الرغبه الحقيقيه بالارتقاء بالمعرفه بالتطور باني اكون حاضره وفاعله وحاول بوظف كل الظروف لمصلحتي اني ما اوقف، ما اعجز، ما اتهمش، ما الغى من فاعليتي كانساني اول شيء وكمبدعه ثانيه، فانا رح استمر بالنضال وبالجهاد الايجابي اذا بدك، ولاقي منافذ دائما لحتى اوصل فيها للارقى وللاسمى وللاحسان شو ما كانت المعيقات وشو ما كانت الظروف، وما خلي دوائري تغلق علي، بالعكس كل ما وصلت لحاله معرفيه كل ما وسع دوائري المعرفيه اكثر. الفن ما أثر سلبا على حياتك الشخصية، بالعكس تعززت بزواجك من الفنان زياد سعد، يعني دحيلة له أكيد إذا عم يسمعنا، لكن قليل ما بتلتقوا بالبيت بسبب الانشغالات كل واحد منكم. بعض الإجازات بتسافروا على اللاذقية عند الأقارب، بتروحوا عمشت الحلو مطرح ما تربيتي حضرتك مثل ما ذكرتي. اليوم قديش محيط أصدقائك واسع من الوسط أو من غير الوسط؟ هلا اول شيء تحيه لزياد اكيد عم يسمعني، هلا رح يقيم شو اللي عملته بيهمنا نسمعه اكيد، لا بيكون اكيد يعني مرحب فيه، يحطني ضيف على شو بيقولوا على الخط على طول، المستقيم دائما بينتقد، وطبعا بمليء بالحب، مليء بالحب ومليء بالموضوعيه، ولما بينتقد بينتقد من رغبته بان يكون دائما على كمال الصوره. على فكره اسلوبه راقي يعني ما له تهجمي، هيك شفناه بالدراما. اكيد اكيد هو حدا كتير حساس، حدا فنان مبدع حقيقة، مانو لاهث لا وراء شهرة ولا وراء مال، إنساني كتير عميق، مو لأنه زوجي، هو أصلا شريكي، أنا ما بعتبره زوجي، هو شريكي بالحياة، هو صديقي ورفيقي من وقت ما كنا طلاب بالمعهد العالي للفنون المسرحية، هو ابن دفاتي وهو اللي يعني بيشوفني بطريقة صح، وهو دائما يعني عنده الغيرية حاضرة معي ومع غيري. أي نجاح لأي شيء منتج إبداعي سوري بتشوفه قديش هو فرحان وقديش هو سعيد بهذا المنجز وكأنه هو اللي مشتغل فيه. نعم. لذلك ما كتير بيهتم أنه يكون موجود بهذا المنجز، بس بيفرح للآخر وبيكون سعيد. ألف تحية لإله، تحية وحب يعني كتير كبير، هو بيعرف يعني وصلت يمكن الرسالة. قديش عندكم أصدقاء وسط أو غير وسط؟ هلأ بدي أقول لك شغلة، يعني هلأ بعد هاي الحرب تبع الثمان سنين اللي صارت كتير حجمت علاقاتنا، سواء بالوسط وسواء إذا بدك أصدقاء من خارج الوسط، عنا أصدقاء طبعا كتير من خارج الوسط، وكان عنا أصدقاء قبل هاي الأزمة. الأكثر شيء صار يعني علاقتنا هي العلاقة الأسرية اللي هي الأكثر حميمية،
يمكن لأنه موقع بيتنا كمان كان بمنطقة بخلالها 8 سنين شوي هيك مأزومة، شوي حارة، يعني ملاصقة لمنطقة حارة. خوفنا كتير من إنه نحنا نستدعي حدا يجي لعنا على البيت، سواء من أصدقائنا بالوسط أو سواء من أصدقائنا العاديين، أو إنه نحن حتى نروح، لأنه كان كتير خفت صعب. العلاقات الاجتماعية يمكن. خفت، بس في شيء أساسي بدي أقول لك كمان، إنه تغيرت آلية، إذا بدنا نرجع للوسط، آلية التعاطي، آلية العمل بالوسط الفني تغيرت، سواء بالمسرح وسواء بالتلفزيون وسواء بالسينما. سواء نحن كنا لما نعمل أي عمل سواء مسرحي أو سينمائي أو حتى تلفزيوني، كانت تجمعنا شيء اسمه بروفات. بروفات تستمر لمدة شهر شهرين، هلا بطلت موجودة؟ هلا بطلت موجودة. لا، وصار في استسهال لدرجة كتير كبيرة، يجي وحتى فورا على الكادر في شيء إذا بدي سميه تجاري هيك، ما انت كمبدع ما بتستسيغه على الاطلاق، انه ممكن لما يصير في انتاج لمسلسل تلفزيوني او لفيلم سينمائي او لحتى العمل مسرحي، انه يبعثوا لك بس شغلك انت لحاله مفرغ على ورق، وكانك هيك ماده، انه انت ما مفروض تقول مثل الببغاء وتحكي بس حوار. تحول الممثل اللي بيجسد شخصية اللي إلها هوية، يعني هوية محددة، اللي إلها رسالة مهمة، رسالة إنسانية، وهو صاحب رأي بيقوده عبر أهداف صغيرة ليوصل للهدف الأعلى من دوره، وبالتالي يتوج مع الهدف الأعلى للعمل كاملا، تحول إلى حدا مرتزق بس بيروح بيقول مشهده، ما بيعرف شو في خلفيات، ما بيعرف شو في خلف السطور، ما بيعرف شو الهم الفكري المطروح من خلال العمل. يعني هيك حول إلى أداة، إلى ورقة بس لتسويق عمل، ما عاد فنان مبدع بالمعنى الحقيقي للكلمة، وهذا نحن بنرفضه على الإطلاق. أنا شخصيا برفضه، إذا ما بيبعتوا لي النص كاملا شو ما كان يكون قبل العمل، ولو كان دوري فيه كتير صغير ضيفة شرف، أو حتى إذا كان كتير كبير، إذا ما بيبعتوا لي العمل كاملا لحتى أقرأ وحدد موقعي وحدد شو الهدف من دوري، وكيف الشخصية لازم ترتسم بلحم ودم ما يقول عنها الشخصيات الأخرى، وما يجب أن يعني تفعله من أجل الوصول بهدف الأعلى مع الأهداف الأخرى اللي بالعمل، لنوصل رسالة حقيقية للمجتمع، لنفهم، لنعرف، لنعي، لندرس كل الظروف سواء السياسية سواء الاقتصادية سواء الاجتماعية المتعلقة بهذا العمل، ونكون رسل حقيقيين وشهود على عصرنا بشكل حقيقي. أنا بعتذر دائما، وهن صاروا يعرفوني. نعم، عندي 3 أسئلة بهيدي الفقرة، بس هيك أجوبة سريعة. علاقتك بالسوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي مش ولا بد إذا بدنا نقول، قديش كانت نعمة بحياة حضرتك أو كفنان، أو هي نقمة؟ هلا لا أنا نقمة ولا أنا نعمة، لسبب كتير بسيط، إنه ما قدمت لي أي معلومة. حتى أنا لما بفتح جوجل ما عندك أحيانا، ثقة فيهم؟ مو ما عندي ثقة، لما بفتح جوجل وبسأل أحيانا عن معلومة بحاجة أنا لإلها، فبحس إنه ما بتعطيني الجواب الشافي أو المقنع، ما بعرف مصدر هاي المعلومة، ما الكتاب بعرف بتفضلي مصداقيتها. الكتاب؟ بفضل دائما إني يكون في عندي مراجع، يعني أنا أرجع لها أو أسأل حدا متخصص، أو يعني أبحث بالمعنى البحث، مو عبر وسائل التواصل، يعني بيكون في دقة أكثر، وخاصة لأنه ما في رقابة بالمعنى الفكري أو بالمعنى العلمي لما يطرح على هاي الوسائل. تحولت الوسائل التواصل بس لأنه مرحبا كيفك، يعني لثرثرة طحنك. نحن بنقول ايه، يعني غير مجدي. وانا بعتقد انه اللي بدها مثلا تبعت لزوجها حبها عن طريق الفيسبوك او عن طريق صرنا وسائل مشاعر التواصل، إلكترونية يمكن، ما عاد في حميمية لخصوصياتنا، صار في هيك شيء كله مبتذل، كله مستباح، صار في ايه مستباح، يعني بمعنى انه اي حدا بيعرف اي خصوصية عن اي حدا، وصار انك انت ممكن تتصيد هاي الخصوصية وتبني عليها شيء افتراضي أوف. وتدمرها بدون ما تحس. صحيح، فهذا كتير بده، يعني هيك الوسائل، هاي وسائل الاتصال اللي اتطورت كتير، هاي بدها وعي كتير كبير، بدها رقابة علمية، بده يكون حدا في هيك في نظم، وبنفتقدها بنفتقدها. منظومات يعني أخلاقية عم تتابعها لتشوف شو بتفيد الجيل، شو بتفيد المجتمع، شو نوجهها بتفيد بشكل الناس صحيح. المتخصصين، فما أدت كل هاي الأغراض. شو أكتر شيء بيستفز جيان عيد؟ الكذب، الكذب بيستفزني. في الادعاء، كذب أبيض عندك ممكن؟ ما في لا كذب أبيض ولا خلاص، كذب كذب أسود، كذب. اللي بده يكذب بيكذب، بعدين القوي والحقيقي أو اللي ما نو خايف على مصلحة خاصة لهدفه، يعني مصلحة فعلا حقيقية للعام للعوام، ما بيكذب. ليش لحتى يكذب؟ بيواجه، بيحاور، بيحط النقاط على الحروف، بيحكي عن نقاط الضعف، بيطرح بدائل،
ما بي هيك بيفترض شيء وبيتخبى وراه نعم وبيراكم فوقه ويعني وبيكذب وبيضل يكذب. الكذب بيولد الكذب، اما الكذب ما بيصنع حقيقة، لا كانت بيضة ولا كان سودا. والحقيقة اذا بنبحث عنها ما بنبحث عنها بطريق كاذب. السؤال الأخير، التمثيل حرمك من شو؟ تمثيل حرمني؟ مش ما حرمني من شيء، لانه هو خياري وانا كنت مسؤولة حريتك عنه. أخذتيها بشكل صحيح حقيقي؟ حريتي ايه يعني، انا اجتماعيا، بالطريق، بتحسي أحيانا بيقتحموا اللي بيحبوك المعجبين، وصلوا لمرحلة إزعاج مثلا لا لا بلحظة لا من لا اللحظات؟ ابدا ابدا، بالعكس كل الاحترام بحسه من الناس العاديين الموجودين بالشارع، كل الحب وكل الاحتضان، وما بشوف ابدا انه في ازعاج، نعم بالعكس في حب حقيقي وفي هيك تلقائيه وفي بساطه بالتعبير. بالعكس بتعطيني حافز كتير كبير انه انا صح، مثل ما قلت انه انا ما بقى متواجده بهالكثره على الشاشه مثلا او بي بي على بالمساحات الفنيه اللي لكن بيشوفوها. لا تزالي بالذاكرة. مو بس لا يعني، انا بحس حالي الغايبه الحاضره دائما، اول ما بحضر بشوف كل الاحترام وكل الود وكل المحبه، وبتوصلني دائما من ناس بسطة كتير كتير بالشارع. هذا بيفرحني وهذا بيعطيني حافز لاني اكون دائما احسن واحسن، وكون صوتهم المعبر وكون روحهم وضميرهم لهدول الناس البسطة اللي موجودين بالشارع واللي هن ما كتير حدا يعني شايفهم او كتير بيعرف عنهم او كتير محبة مخليهم حقيقية، موجودين صحيح. يعني.